تعالوا نشوف كريم احمد. كريم اهلا بيك يا كريم ومساء الفل عليك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وبرحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا كريم. عايزك تطمني على المران، تطمني على الحاله المعنويه للعيبه طبعا عن مباراه الغد، استعداداتها. محمد يوسف اتكلم في ايه مع اللعيبه؟ باكد لك يا كابتن ميدو، يمكن اتكلمنا عن الاستعدادات قويه جدا بالنسبه للفريق النادي الاهلي. الصفحه اتقفلت بالكامل، صفحه الكاس، وبدا الاستعداد من جديد في مباراه العوده. النتيجه يمكن مريحانا شويه نتيجه المباراه الاولى يا كابتن ميدو، لكن المباراه الثانيه بالظروف المحيطه لفريق النادي الاهلي لابد يكون فيها رساله مهمه، لابد يكون فيها مصالحه جماهير النادي الاهلي. وده اللي يمكن اتكلم كابتن يوسف اتكلم عليه مع اللاعبين، كابتن سيد عبد الحفيظ، دور كمان اللعيبه الكبيره اللي اكدنا عليه. يمكن ده اللي بيقوم بيه الجهاز الفني مع كابتن يوسف القائم بعمل طبعا المدير الفني حتى هذه اللحظه. يمكن دم الشمل مطلوب ومهم جدا، والتالف والوحده بين لعيبه النادي الاهلي المعروفه مطلوبه جدا، وده اللي بيقوم بيها كل اللعيبه الكبار. كل اللعيبه الكبار كانت مجتمعه مع بعض في احاديث، في يمكن تركيز كبير جدا، وده اللي احنا بنراهن عليه على طول عامه مع فرقتنا، مع فريق النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل، ان شاء الله تكون المرحله القادمه اللي جايه كلها جديه، كلها انتصارات. مجلس الاداره زي ما انت عارف يا كابتن ميدو بيقوم بدور كبير، لجنه التخطيط في ايجاد مدير فني ان شاء الله يليق باسمه شخصيه النادي الاهلي، لكن عليهم دور كبير جدا لعيبه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه، منها ان شاء الله يكون مكسب كبير، ومنها كمان تكون مصالحه لجماهير النادي الاهلي. النهارده كالعاده التدريب كان في تدريب خططي، النهارده يمكن الجزء الكبير جدا من التدريب هو خططي، وبعض الكرات الثابته كابتن يوسف واضح ان مركز بشكل كبير جدا على الضغط في الثلث الامامي، وان هو يكون بين الهجمات بسرعه. زي ما قلنا يمكن الفرقه ضعيفه، فرقه اطلع بره او بطل جنوب السودان بالنسبه مقارنه للمباراه الاولى، لكن مباراه العوده ومباراه الجمعه ان شاء الله لها حسابات خاصه كثيره جدا لدى الجهاز الفني واللاعبين. النهارده كمان تالق بشكل كبير جدا مجدي قفشه في الكرات الثابته، اليود يانج كمان النهارده كان واضح ان هو مركز بشكل كبير، وكان تدريب الامس كمان كان واضح ان هو عنده تركيز وعنده اصرار ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي. محمود متولي، محمود وحيد كمان النهارده اللي كان كابتن يوسف اتكلم معاه اكثر من مره، بيديله مهام النهارده واوقف المران اكثر من مره بالنسبه لمحمود وحيد. الحمد لله كابتن ميدو، يعني اقدر اقول لك الكل مركز، وان شاء الله تكون كلمه السر بكره كالعاده هي جمهور النادي الاهلي اللي يحضر بكثافه زي المباراه الاولى، ومنها كمان ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكون في قمه التركيز غدا بالنسبه للمباراه باذن الله. طمنا على اللعيبه المصابين، يعني سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، كلمني برضو، يعني عندي خبر ان هم بيكملوا البرنامج الاستشفائي بتاعهم او التاهيلي بتاعهم. بالتاكيد ضحى كابتن ميدو، باكد على كلامك، بينضم لهم كمان وليد ازارو النهارده كان اتدرب تدريب منفرد مع محمد محمود، سعد سمير. سعد سمير خلاص يمكن في مراحل متقدمه جدا من العوده تدريجيا اللي هي التدريبات الجماعيه، يمكن تدريبات الكره اللي شفناها النهارده فيها قوه، فيها ترنات، فيها شوتنج، في حاجات كثيره جدا تدل ان خلاص سعد ان شاء الله. يمكن سعد زي ما قلنا كان ثلاث اسابيع من اسبوعين ان هو يكون متواجد تدريجيا مع النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، فخلاص ان شاء الله سعد يعني 10 ايام او اقل من 10 ايام يدخل من جديد. محمد محمود عدى من الشهر يمكن 10 ايام كمان يا كابتن ميدو، فاضل له شهر ان شاء الله ويدخل من جديد مع التدريبات. وليد ازارو معمول له برنامج خاص مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، خلاص هانت يعني نقدر نقول يا كابتن ميدو كل اللعيبه اللي احنا استخدمناها بشكل كبير خلال الايام الماضيه على انطلاقه الموسم باذن الله تكون كل صفوف النادي الاهلي مكتمله، والنادي الاهلي يستعيد بطوله الدوري العام، ومنها ان شاء الله الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي وهي البطوله الافريقيه. لو وليد ازارو بيعاني من حاجه معينه كريم؟ يعني كابتن ميدو يمكن سالنا وليد ازارو سليم مفيش حاجه، بس يمكن واضح ان في برنامج او في خطه او في رؤيه فنيه من الكابتن محمد يوسف المدرب المدير الفني للنادي الاهلي في تجنيب وليد ازارو او تدريب وفردي في هذه المباراه، لان يمكن كمان يعني انا في اللحظات اللي كانت فيها القائمه لسه ما طلعتش كابتن ميدو، مع ان اللعيبه مشيت وكده، لكن لا المركز الاعلامي كالعاده صفحه النادي الاهلي اعلنت او كده، لكن واضح ان في هيكون في اختصار كبير جدا على اللاعبين. يعني اقدر اقول لك ان انا شفت اللعيبه يمكن 18 واحد بالعدد، اقدر اقول ان هم كانوا في الاتوبيس او في حافله النادي الاهلي اللي كانت متوجهه مباشره عقب انتهاء التدريب الى اسكندريه، يمكن ما خدتش وقت كبير النادي الاهلي على طول مباشره من الغرف الى الحافله اللي هي تصدر الى الاسكندريه، لكن وليد ازارو برجع لك ثاني يمكن اعتقد انه سليم بشكل كبير جدا، ده اللي احنا سالنا منه كابتن ميدو عن حاله وليد ازارو، هل بيعاني من حاجه، هل في اي اجابة كده، لكن واضح بشكل كبير جدا ان هي رؤيه فنيه للكابتن محمد يوسف. انا عايز اقول لك يمكن القائمه اللي انا شفتها 18 لاعب اللي انا شفتهم مع النادي الاهلي او داخل حفله النادي الاهلي نظرا لعدم وجود القائمه حتى الان، هذكرهم معاك سريعا: ميدو، الشناوي، علي لطفي، حسام عاشور، حمدي فتحي، جونيور اجاييه، اليود يانج، جيرالدو، محمد مجدي قفشه، محمود وحيد، احمد فتحي، ايمن اشرف، عمرو السوليه، حسين الشحات، رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم،
وصلاح محسن واحمد الشيخ، دول ال 18 لاعب اللي تواجدوا في حافله النادي الاهلي متوجهه الى الاسكندريه استعدادا للمعسكر المغلق. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي غدا يا كابتن ميدو. 18 لعيب بس حتى هذه اللحظه، يمكن ده اللي انا شفته وده اللي انا كتبته بايدي يا كابتن ميدو، لكن بقول لك رسميا لم يتم الاعلان حتى هذه اللحظه. اكيد هيطلع الاعلان من الموقع الرسمي للنادي الاهلي ان شاء الله نقوله بعد ما يطلع. احنا نبقى المعلومه اكيد، لكن من خلال تواجدنا ومتابعتنا الدقيقه للتدريبات ال 18 لاعب اللي ركبوا اتوبيس النادي الاهلي هم اللي انا ذكرتهم معاك يا كابتن. اكيد يعني كده وليد ازارو مش في القائمه الافريقيه، مش في القائمه اللي مسافر، في القائمه بجانب محمد هاني كمان. محمد هاني كمان مش في القائمه بالنسبه لي النادي الاهلي. هو هاني عندي خبر ان هو يعني كان بيكتفي بجلسه في الجيم بس. محمد هاني يمكن محمد هاني الوحيد اللي فعلا عنده يعني نقدر نقول اجهاد، ويمكن بالفعل يمكن امس كان في جلسه في الجيم، النهارده كمان كان في جلسه في الجيم، مشاركش في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. دي الحاله اللي احنا قدرنا ان احنا نتكلم مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان احنا نعرف حاله محمد هاني. يمكن شاف ان هو من اجهاد عام مفيش اي حاجه، لكن الكل الحمد لله جاهز يا كابتن ميدو، الكل اي حد يكون متواجد بكره باذن الله، كل اللعيبه اللي هتكون متواجده في القائمه باذن الله تكون على قلب رجل واحد، ويقدروا يسعدوا جمهور النادي الاهلي غدا في مباراه الغد. اكيد ان شاء الله باذن الله. كريم شكرا جدا ليك على هذه التغطيه المميزه ودايما مميز، زميل عزيز كريم احمد كان من ارض الملعب.